السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم. اليوم إن شاء الله بناخذكم بجولة جميلة في مدينة الخبر الجميلة. بنبدأ إن شاء الله معكم من جسر أو إشارة جسر الملك فهد، وبنمر على الطريق الساحلي كامل إلى أن نصل معكم إن شاء الله إلى سايتك، فيها بعض الفعاليات، وبعدين نعرض لكم بعض الفعاليات إن شاء الله في سايتك. اهلا فيكم. الان وصلنا عند الاشاره، ونعطيكم معلومات عن مدينه الخبر الجميله، التفاصيل، الموقع، التضاريس، المواقع، المطاعم، اي شيء نقدر نمر عليه نعطيكم فيه فكره سريعه. ويا اهلا ومرحبا فيكم. الان حنا عند الاشاره. هذا الإشارة الآن ولعت، وننطلق معكم في جولتنا الجميلة في مدينة الخبر إن شاء الله. هذه الإشارة كانت تسوي لنا أزمة صراحة في مدينة الخبر أو الجسر، لأنها كانت غير منظمة. فشكرا لبلدية الخبر على تنظيم هذه الإشارة، ومعهم إدارة المرور رتبوها. الآن هذا طريق الشبيلي، يسمى طريق الشبيلي، وهو يمر على مجمع الشبيلي. الآن الفترة هذه فيها تطورات للمجمع بصفة عامة، يعني الآن حطوا القرميد اللي فوق المجمع، فحلو صار صراحة، يعني يبين فيه. وإن شاء الله الفترة الجاية حنا في 2020 إن نشوف هذا المجمع بشكل حلو. السرعة بصفة عامة في مدينة الخبر تبدأ من 60 كيلو، بعض المناطق أكثر. هنا في شارع شبيلي تبدأ السرعة عندنا ب 100 كيلو. هذا اللوحة قدامكم، فحاولوا انكم دائما السرعة تكون في السرعة المحدودة لنا كنظاما. ربط الأحزمة لأن عندنا عدة أجهزة الآن قدام أيضا اهتموا فيها. هذه المنطقة حلوة. يميننا الآن أهل الخبر، أو في مكان احنا نسميها الأصابع، اللي هي يميننا مباشرة مطلة على البحر، فهناك في شجر، في النخل تقدر تقعدون، أيضا مطلة على البحر. اللي يحبون هواية الصيد يقدر يستمتعون، زوار المنطقة الشرقية بصفة عامة، اللي يحبون كذا الأماكن اللي بدون مثلا بدون تذاكر، بدون دخول عشوائي، دخول عشوائي أي واحد يدخل. المكان بصفة عامة نظيف، أنه في عناية من البلدية وتنظيف الأماكن. هذا دوار الشراع أو أحد الدوارات، السفينة، نموذج السفينة وشراع. يميننا الآن يميننا بالضبط نبدأ معكم يا شباب، يا بنات، يا أساتذة، يا معلمات، هذا الميناء الخبر على اليمين. دائما أتكلم أنا معكم على اليمين لأن احنا اليمين هي واللي المكان هذا المرفأ. طيب إيش المرفأ؟ المرفأ عندنا إما أصحاب قوارب رسميين، وبعضهم عنده قارب رسمي لكنه يؤجره، فتجي تأخذ لك أجار للقارب. الجولات بصفة عامة لسبع أشخاص ب1000 ريال، هذا السعر يعني العام، في زيادة أقل على حسب الخدمة اللي قدمها لك صاحب القارب. إذا كان القارب حقه مثلا 30 قدم أو شيء زي كذا على حسب الخدمة. الآن من الأمور الجميلة في كورنيش الخبر التقليم، كانت عندنا من فترة كما يأتي فصل الخريف أو انتقاء بين الصفوف بين الفصول، اللي قاموا قطعوا لكم الشجر هذا تشوفونه اللي عندك اليمين، وخلوه يعني ما يبقى فيها إلا أغصان بسيطة، فصارت حملة من الحملات الجميلة وهي عدم التقليم. ليه؟ لأن احنا بنستفيد من الشجر هذا مو فترة الشتاء،
احنا نبغى نستفيد منه ويستفيد منه الطير والإنسان في جلوسه تحتها والتبريد والأكسجين، أمور كثيرة. فخلنا بشكل الجميل تشوفونه. هذا مكان اللي هو سباق الجري الخيري السنة هذه طار الـ24، فكان سباق جدا جميل. شاركت فيه يعني السنة هذه شاركت فيهم اللي هي سيدات، وكان يعني جدا جدا رائع، وأصحاب الهمم واللي عنده يعني أذكر من اللي مشاركين بعضهم قد وصل عمره 75 سنة وما شاء الله مشارك حلو. كورنيشنا يظل من أجمل الكورنيشات، بحر، وأيضا تشوفون هنا إذا وصلت تشوفون أبراج مملكة البحرين إذا كان الجو صافي، ونمشي معكم في هذا البحر اللي هو هذا البحر اللي هو قبل عدينا الآن جزيرة الكريستال، وقدامنا أيضا جزيرة الدغيثر. أنا أشوف الآن ناس ما شاء الله المصطافين يجون يصعدون وبعضهم يلتقط الصور. الآن الطيور البحر تجي بكميات كبيرة، فحلو. وصلنا الإشارة، هذه الإشارة هي اللي تقريبا في الربع الأخير من الكورنيش الجنوبي، والآن بعدها ندخل في الكورنيش الشمالي. عند بالضبط يسارنا الآن هايبر لولو، ويميننا مسجد من المساجد الجميلة على البحر. المتنزهين ما شاء الله يتمرنون يتمشون، رياضة المشي، الهرولة، الجري، كل هذه الأمور تقدر تستخدمونها هنا. الألعاب في عندنا عدة أشكال من الألعاب، في بعضها الكبيرة وبعضها الكبيرة الآن تجيكم مغطاة وفيها لباد اللي هو حق الأطفال، حماية لهم من الإصابات والسقوط وغيرها. طيب هذه الآن الدغيثر أو جزيرة الدغيثر، فيها مجموعة مطاعم، بعضها إيطالية، بعضها انترناشنال فود، بعضها المطاعم اللي هي البرازيلية، فعدة مطاعم في جزيرة الدغيثر. نمشي الفندق اللي أمامكم الآن باليسار، وبعضها عادك اليمين اللي هو اليمين اللي هو أجدان، هذا في الواجهة الجديدة. الآن هذا الفندق اللي هو سوفوتيل، فندق 5 نجوم مطل على البحر مباشرة. هذا الإشارة اللي تشوفونها الآن هذه من أول إشارات الذكية بمدينة الخبر. كان فكرتها أن تجي فيها بيب، البيب هذا في زر، تضغط الزر تعطي لايت على نفس الإشارات وعلى خط المشاة اللي تحت أخضر وأحمر، فأخضر إنه تمشي السيارات والأخضر إنه توقف يمشي المشاة. هذه عمارة جولف كانت من أكبر العماير في مدينة الخبر، لأنه كان فيها مجمع إلكتروني وأقمشة وألعاب وشركات طيران. تغيرت الآن كثير لأن الآن في طور التجديد، ما أدري إيش النظام الآن موجود فيها. نمشي معكم وندخل أول الواجهة بمدينة الخبر اللي منتصف هذه الواجهة اللي هي المجمع الأثنيوز يميننا حق الشايع، فيها عدة مطاعم انترناشنال، يعني ما شاء الله اللي كان أول يسافر للكويت يروح الكويت والبحرين عشان يدخل هذه المطاعم الانترناشنال. الآن صارت هذه المطاعم موجودة عندنا في مدينة الخبر الجميلة. هنا اللي بيجي الخبر يتقيد أيضا بالسلامة وينتبه، لأن في خطوط مشاة، لأن الشارع عريض ومسوين خطوط مشاة، فإذا مشيتم أيضا انتبهوا عن قضية خطوط المشاة. المطاعم البحرية أو المطاعم اللي كانت مطلة على البحر
الآن زادت، وبعضها في طور الصيانة. برجر كينج الآن صيانة، ماكدونالدز الآن إلى الآن شغال، في المطاعم الثانية اللي هي القسم اللي هنا اللي هي ستاربكس، وعندنا المطعم الصيني في شيليز. الآن شوفوا هذا الآن وصلنا عندهم خط مشاة، توقف تنتبه خليهم يمشون، هذا حق لهم، مشوا فاضي شارع نمشي حنا. يسارنا الآن جرير، فجرير في منتصف مطلع على الواجهة الرئيسية اللي يسمونها واجهة الاحتفالات. شوفوا الآن العلامة على يد اليمين اللي هو المدخل المقوس، هذا هي الاحتفالات الوطنية والاحتفالات اللي تصير دائما تصير في المكان هذا. والفوق سباق الجري، نهايته هنا، البداية زي ما شفتوها هناك والنهاية هنا. الفندق الجميل ومن أقدم الفنادق كان في وسط البحر، هذا الفندق هو فندق الميريديان على يد اليمين. شوفوا بعد مجمع، الآن هذا مجمع اليمين الآن هو مجمع فؤاد سنتر، واللي بعده ميريديان. يمكن الإشارة واضحة، تشوفونها علامة ميريديان أو كتابة الميريديان عليه. هذه الإشارة كانت نهاية شارع 28، قمة الزحمة كانت هنا، والآن مع التطويرات الجديدة ما في أحد ما شاء الله متعطل. تبي تأخذ يمين خذ يمين مباشرة، هذا الفندق يسارنا الآن شفتوه. ميريديان كان على البحر مباشرة، يعني ما في إلا طريق أسفلت يوصلك للفندق والباقي كله ماي. هذا من الصور القديمة، ضوء القمر، هذا مقهى ومطعم. نجي عند الأصابع، إيش كلمة أصابع؟ إحنا أهل الخبر معترفين فيها أو دارجة بيننا، اللي هي عبارة عن تصميم المنطقة اللي عندك اليمين، عبارة عن تقويسات مثل أصابع اليد، إحنا نسميها أصابع. فهذه من الجلسات اللي كان ناس يحبون يجلسون فيها. المعلم اللي بيطلع لكم الآن معلم الخبر اللي هو برج المياه أو برج مدينة الخبر، والآن فيها تصميم جديد عبارة عن جلسات ومقاهي وقسم خاص للمشي، كله صار في هذه المنطقة اللي هو المنطقة الشمالية من مدينة الخبر أو كورنيش مدينة الخبر. هذه إشارة من الإشارات ما طوروها الحين، تحتاج التطوير تتحول إشارة ذكية، لكن إذا شفت المشاهد خليهم يمشون. الآن هي يميننا الآن عبارة عن، خلينا نقرب لكم بشكل أحلى عشان تشوفون، اللي هو الدوار. هذا الدوار يصير فيه احتفالات كثيرة. نعدي 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 السوبر، هذا الدوار يميننا، تصير كثير من الاحتفالات الجميلة في هذا الدوار وقت الاحتفال باليوم الوطني والمسيرات والاحتفالات المهمة إذا صارت في هذه الدولة الجميلة المملكة العربية السعودية. راعوا خطوط السلامة، تمشي سيدة. هذا البرج يميننا الآن، تبي تلف لابد انك تعطي إشارة عشان اللي وراك يعرف انك بتلف يمين، او اللي قدامك يعطيك إشارة عشان تعرف وين هم بيروح بالضبط. احنا بتوجه معكم ان شاء الله الى سايتك، جولتنا البسيطة هذه إلى سايتك. فيها فعالية اليوم وهو عن المرسم والرسم والفنانين، يجتمع فيه نخبة من الفنانين على مستوى المملكة وعلى مستوى الخليج، بعضهم كمان قرينا بالإعلانات الخاصة. يا سلام، الأجواء صراحة جدا مناسبة، تقعدون توسع صدركم تجون سواء أهل الخبر، وهذا يسقط علينا الله يهديه أو الله يهديه، هذا هو تسوق الحرمان تبيع، الله يعطيك العافية، رابط الحزام شكرا لك، لكن انتبه. سرعة الشارع 80، أنا ما أتجاوز 80 بالضبط. وهذه اللفة اللي قبل سايتك، اللفة إن شاء الله وتنتهي جولتنا معكم في
هذا المكان الجميل مدينة الخبر وكورنيش مدينة الخبر الجميل. وبسم الله خلي هذه السيارة تعدينا وبعدين حنا نلف. وهذه اللفة ناس الجوالة لا تمسك الجوال. وصلنا معكم إلى سايتك ومع هذه الجولة البسيطة أشكركم شكر خاص لكم ومتابعتكم لي مدينة الخبر سناب الخبر طارق سليماني. استمتعت معكم في هذه الجولة الجميلة. واليوم يستقبل مركز جميع الزوار من 9 صباحا حتى 12 ومن 4 حتى 10 مساء. فعالية اليوم الممتع في سايتك. دخلنا تابعوني في التغطية الثانية إن شاء الله لسايتك إذا حالفنا الوقت والجهد. مواقف دائما عدك اليمين حق أصحاب الهمم فلا توقف معهم خلهم يأخذون راحتهم حنا نوقف يسار. هذا موقف اليسار موقف للجميع. ضبطنا الحزام حكينا الحزام شكرا لكم على هذا المتابعة الجميلة في مدينة الخبر. تابعوني واعملوا لايكات وانشروا هذا الحساب سناب الخبر طارق سليماني ويا هلا ومرحبا فيكم.